ها أكيد هي رفيف. البومي وصلت. مرحبا. أهلين وسهلين يا خانم. أهلين حبيبتي. أهلين خالته مديحة. تعي. أهلين وسهلين رفيف. كيفك عمو تحسين؟ الحمد لله. انبسطت إنه الكل موجود بالبيت لأنه اللي بدي أحكيه بخصكم كلكم. رفيف بنتي طمنيني، مو صاير شي مو منيح معك؟ ما أنا تعبت وما عاد أقدر خبي هالسر أكتر عنكم. بصراحة من الأول كان لازم أحكي لكم يا، بس جاني اللي منعني أحكي. رفيف بنتي ممكن توضحي أكتر؟ أنا ماني فهمان شو بتقصدي. فتون مالا مثل ما لكم فكرينا أبداً. وكيف يعني؟ فتون طولة 180 ونحن شايفينها 150. مسألة. فتون تزوجت جان كرمال مصاريف. الاثنين عملوا اتفاق زواج، بس ما في شيء من هالزواج حقيقي، كله كذب. البيت اللي اشتراه جان طلع لفتون، وفتون كرمال ترجع البيت من جان وافقت على هالزواج. يعني تزوجوا زواج مصلحة، وافقت على الزواج كرمال البيت والمصاري. صدقيني انت شو عم تخبصي يا بنت؟ قوم يمشي، ما عندك شغل غيرنا. اللي سمعته منك رفع لي ضغطي، ما بسمح لك تحكي كلمة بالعاطل عليك انت. انا بعرف فتون كتير منيح، وكمان شايف النور والبراءة اللي جوات عيونها. فتون اللي انا بعرفها ما بتعمل هيك شيء ابدا. إذا بتضحك على الكلمة بتضحك علي أنا، ما بتعملها جدو اسماعيل. أنا ليش لجيب هيك حكي من عندي؟ ومين ممكن يتهم حدا بهيك شيء؟ كل اللي عم بحكي حقيقة. والله من صدمتي إيدي ورجلي عم يرجفوا، ما ارتحت إلا لفتون. أنا كان حاسسني قلبي بس ما حدا سمع كلامي. ومن شوي كنت عم تقول داري على فتون وعامليها منيح كرمال ما يضل بالي عليكم. شو رأيك هلأ؟